أهلا بكم. يسعى رئيس الحكومة من خلال زياراته الميدانية للمحافظات للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي تواجه السلطات التنفيذية فيها لتذليل العقبات أمام الحلول المطروحة. فبعد البصرة وكردستان، الكاظمي يحط رحاله في ميسان للإطلاع على واقع الحياة فيها والمشكلات التي تعانيها على المستوى الخدمي والأمني، فضلا عن الاقتصادي وتعطل المشاريع لأسباب شتى. كما أن الصراعات العشائرية ما زالت تمثل تهديدا للسلم الأهلي وتعكر صفو المدينة، وسيتابع فرض عمليات فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة التي انطلقت منذ فترة في المحافظة، فيما يواصل شبابها التظاهر من أجل إحداث تغيير يرقى إلى مستوى طموح أهلها. عن زيارة الكاظمي لمحافظة ميسان وما يرشح عنها من نتائج، محور هذه الحلقة من هذه التغطية الخاصة مع ضيوفي في الاستوديو النائب علي سعدون اللامي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. وأيضا معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حازم الشمري. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الخبير الأمني السيد جاسم حنون الفوادي. أهلا ومرحبا سيد جاسم. حياك الله. حياك الله. قبل الحوار نتابع هذا التقرير. على رأس وفد وزاري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل ميسان ويلتقي بالمسؤولين في المحافظة لبحث العديد من الملفات التي تخص الجانب الخدمي والأمني، واعدا بتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات. رئيس الوزراء وخلال لقائه بعدد من أصحاب الشهادات وعد بتوفير فرص العمل للخريجين وغيرهم من بقية الشرائح عن طريق القطاع الخاص والشركات المستثمرة في ميسان. نعمل على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص يتحمل مسؤولية، والموظفين في القطاع الخاص تنحمي مصالحهم إلى أخير لحظة بحياتهم إن شاء الله. اكتشفنا بأن هناك بيروقراطية قاتلة، هناك مشاريع كبيرة متلكئة بسبب عدم التواصل، بسبب البيروقراطية الكبيرة اللي يمر بها البلد. إذن هذه الزيارة جاءت لكسر هذه البيروقراطية، لتفقد محافظة ميسان، تفقد المشاريع المتلكئة، محاولة استئناف العمل في هذه المشاريع. واستمعنا من السيد المحافظ إلى مشاريع كبيرة ومهمة بالإمكان أن تخدم المحافظة. حكومة ميسان المحلية والتي وصفت الزيارة بالناجحة أكدت أن هنالك استجابة سريعة من قبل رئيس الوزراء في وضع الحلول الناجعة لجميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المحافظة. أوعدنا دولة الرئيس في الاستجابة لكل هذه المتطلبات، سواء كان ما يتعلق بتغطية جزء من خطة محافظة ميسان لعام 2019 كتمويل مالي، والموافقة على المناقلة ما بين الأبواب، وكذلك أنه الإعاز إلى الوزراء لمتابعة مشاريعهم الوزارية المتلكة أو المباشرة بها وإنجازها، وكذلك أنه تعزيز الجانب الأمني بمحافظة ميسان. أغلب الفقرات التي طرحت كانت هناك استجابة سريعة. زيارة رئيس الوزراء لمحافظة ميسان وصفت بالمثمرة من قبل أغلب المسؤولين في المحافظة، لكونها ستساهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية المتوقفة، إضافة إلى توفير فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة في مختلف الاختصاصات. من داخل حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان، حيدر الجيزاني، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، تابعنا هذا التقرير وأبدأ مع السيد النائب اللامي. دلالات زيارة السيد الكاظمي رئيس مجلس الوزراء إلى ميسان بعد كردستان، بعد البصرة وكردستان، هل هناك مشاكل ملفات ملحة دعت رئيس الوزراء أن يذهب بنفسه إلى ميسان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الكرام وللضيف الأخ الدكتور. حقيقة زيارة رئيس الوزراء بالمجمل مهمة إلى المحافظة وتنطي دفعة معنوية للمحافظة، لكن اللي جرى اليوم أنه السيد رئيس الوزراء حقيقة ما وصل إلى مركز المحافظة ولا دخل إلى مركز المحافظة بالطائرة إلى بترو تشاينا الشركة الصينية، واجتمع مدراء الدوائر والمحافظ في مقر الشركة، ثم انتقل إلى مطار الابتيرة، ثم إلى منفذ الشيب. المهم يعني ما دخل
إلى مركز المحافظة واطلع على المحافظة وعلى المشاريع المتلكئة بالمحافظة. ربما المسؤولين ينقلوا له الصورة هذه. يعني إحنا ردنا نستثمر هاي الزيارة بيكون بوقوفه مباشر على هذه المشاريع وشوف شنو وين واصلة هذه المشاريع. يلتقي بالمقاول المنفذ والشركة المنفذة لهذه المشاريع، خاصة عندنا مشاريع يعني مثلا عندنا مشروع ماء العمارة الكبير متوقف وهذا يحيي العمارة إذا اشتغل، المفروض هذا يعالج ويذهب إلى نفسه. يعني عفوا سيدنا، مشاريع في كثيرة في العمارة، في البصرة، في الناصرية، في مختلف المحافظات، يعني مو من منطق أنه رئيس الوزراء يروح على مشروع مشروع. هسه المنطقي أن يروح للمحافظة والمحافظ يقدم له هذه الأمور حتى ياخذ قرار يساعدهم. يعني اكو مشاريع مهمة استراتيجية، تدري عندنا نفق الدبيسات، هذا النفق صار لأكثر من 4 سنوات متوقف، وهذا في قلب المركز المحافظة وفد امتعاض من الناس وباقي مكشوف ومفتوح والشوارع مقطعة. وهذا مسؤولية من؟ اختصاص منه بالحكومة المحلية؟ لا هو محال من وزارة البلديات والأشغال، وبسبب يعني عدم الوفرة المالية توقف. إضافة إلى أنه نتمنى راح هو المهم وصل إلى محافظة ميسان والتقى بالسيد المحافظ والسادة مدراء الدوائر، نتمنى أن تكون منتجة هاي الزيارة. عندنا مشاكل متعلقة مع المركز يجب أن تحل. تدري اليوم محافظة ميسان تطلب أكثر من $1 مليار من مبالغ المترو دولار. هذه إذا انصرفت إلى محافظة ميسان ممكن تعيد يعني تحسن من هذا الواقع الموجود في المحافظة. إضافة إلى بعد كثير من المشاريع المتلكئة، عندنا مشروع مصفى ميسان الاستثماري جدا مهم. بالمناسبة هذا ليش متأخر وهذا أنا كتبت بزمن السيد عادل عبد المهدي، كتبت له كتاب وكتبت إلى هيئة النزاهة وإلى الإدعاء العام وإلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وفي كل قناة أطلع أذكر هذا المشروع. هذا المشروع المفروض هسه داخل بالخدمة. هذا المشروع يوفر أكثر من 20,000 فرصة عمل لأبناء المحافظة. طيب. هذا المشروع هذا بمشكلة إدارية بشبهة فساد، شنو اللي بيه؟ ما شركة ما مباشرة، انطوها العقد الاستثماري وانطوها فقط بس تكاليف العقد الاستثماري 130 مليون دولار فقط، بس التصاميم الدولة صارفتهن على هاي مستلمها الجهة الشركة مستلمها؟ الشركة هاي مسوية التصاميم، يعني هذا هدر بالمال العام. انت مسوي تصاميم وحايلها الى شركة معينة والشركة ما تشتغل بيها، صار لها من 2012 لحد الان ثمان سنين يعني نسبة انجاز معينة؟ صفر. جاء خلال سياج نزل له كرفانات واليوم وثمان سنين على هذا، وكتبت واحنا نستورد مشتقات نفطية ونستورد. تدري هاي يعني لو هذا المشروع الآن المفروض بالخدمة يكفينا بعد ما نستورد أي منتجات نفطية. بنزين من أجود أنواع البنزين ينتج حسب المخططات. زين نسكت عن هذا الموضوع ليش؟ والله قلت لك أنا ما ساكت عنه، كتبت إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في زمن السيد عادل عبد المهدي، وثلاث مرات رحت الوزير النفط السابق اللي بحكومة السيد عادل عبد المهدي وأبلغني أنه انطيناها مجال 2 أو 3 أشهر للشركة المنفذة وراح تجي تشتغل، ولحد الآن ماكو. وأيضا في اجتماعنا مع السيد رئيس الوزراء السيد الكاظمي كلجنة اقتصاد والاستثمار طرحت عليه هذا المشروع المهم، وأيضا قال لي راح نتخذ بها إجراء. وأيضا في الحكومة الحالية؟ إيه نعم. قبل 2 شهر كنا معاه في اجتماع كلجنة اقتصاد والاستثمار وطرحنا هذا الموضوع. يعني كثير من المواضيع مهمة جيدة يجب أن تستثمر، عليه أن يحل من هذه المشاريع، عليه أن يعني يرسل كفوج أو لواء، طلبنا عدة مرات للوضع الأمني الموجود بالمحافظة. هذا راح نحكي عليه لاحقا أستاذ علي، لكن اسمح لي الآن نتحول للدكتور حازم، وما زلنا نتحدث عن زيارة السيد رئيس الوزراء إلى ميسان بعد زيارة البصرة وكردستان. قراءتك لهذه الزيارات وما يناقش فيها من ملفات وتأثير مثل هذه الزيارات على مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وبين المحافظات. أولا مساء الخير لك أستاذ سرمد والسيد النائب أستاذ علي والأخ الصديق أستاذ جاسم والسادة المشاهدين، وشكرا على هذا الضيافة أو اللقاء. حياك الله. طبعا نحن دولة اتحادية وفي دستورنا لا مركزية الإدارية، يعني أكو مركز اتحادي وأكو محافظات غير منتظمة بإقليم وأكو إقليم عندنا. فما يسمى بالبعد الوظيفي كل له وظيفته في إطار
إنجاز ما عليه من واجبات. طيب. هذا الإطار. ولكن لا ضير من أنه يكون الشخص الأول في الدولة الإداري أو المباشر الرئيس المباشر للدولة أن يكون على مقربة من مشاكل مواطني العراق أو الدولة. هذا لا يعني أنه الحكومات المحلية سوف تتأثر بيقول لك هذا صلاحياتنا وليش يجي، لا، هذا هو نوع من التعاون بين المركز الاتحادي والحكومات الإدارية أو الحكومات المحلية في إطار تذليل الصعاب. هي هاي النقطة الأساسية. ولذلك دكتور مو هذا سؤال مهم أو نقطة مهمة، أنه تذليل الصعاب نتيجة يعني موضوع التخصيصات وغيرها، ولا مثل هذا الموضوع اللي تكلم عنه السيد النائب الآن، نتحدث عن مشروع ومأخوذة بمبالغ مو قليلة لمدة 8 سنين، نسبة إنجازه صفر على حد وصف السيد النائب، أو يعني هو حيصير جوابي هو يعني هي تركة كبيرة. هو هذا نقطة مهمة. احنا ما نتكلم عن حكومة عندها مهام وأولويات تقدر كلها تنجزها، لا هو بالإضافة لهذه التركة خلال هذه الفترة، لا هو حيوصل إلى نقطة مشتركة لتدليل ما يمكن تدليله، يعني إذا هو أو يهيئ الأرضية، ممكن يهيئ الأرضية أو معالجات يسموه معالجات لما يمكن معالجته. يعني إذا المستثمر ماخذ 130 مليون دولار، لا عفوا مو المستثمر، نعم، ماخذ الشركة الدولة انطت، يعني انطت الشركة بس صممت هذا المشروع، بس مو شركة هي نفسها المستثمرة، شركة أخرى، شركة اتصالات بشكل أو بآخر، هو ليس مسؤول عن هذا الأمر، ولكن قد يكون هناك بعض الاحتياجات من السلطة المحلية هو يمكن يقدم في إطار التعاون، في إطار الاتصال مع الوزراء مجلس ورئيس مجلس الوزراء، نعم، مجلس حكومة، وبالتالي هذا هو الإطار، أنه أكون قريب من خدمة الإنسان، من خدمة المواطن. هذا هو أنا بالنسبة لي جدا مهم، ولا وإن كان لابد أن تكون يعني المخرجات إيجابية، يعني ليست فقط الزيارات، حتى نكون موضوعين، أنا أكون موضوعي. تقصد البعد العملي من هذه الزيارة؟ أنا من أكون موجود بهذه النقطة من العراق، لابد أن أعطي مخرجات إيجابية. هي ليست الزيارة بحد ذاتها مهمة وإن كانت رمزية، ولكن أن تكون على أهمية البعد المعنوي للزيارة، نعم، ولكن أن تكون مخرجاتها حتى لا تكون زيارة. هذا يقع على عاتق منه دكتور، الجميع يكون هناك نتائج عملية، هي الجميع على السلطة التنفيذية، يعني طبعا وراها السلطة التشريعية لأنه تعاونية هنا. السلطة التنفيذية هي اللي بالوجه أمام المواطن، وهذاك احنا نقول وين الحكومة، مو رأسا نجيبها نقول وين مجلس النواب. فالحكومة سواء محلية أو اتحادية أو إقليم هو الموجود بالواجهة، ولذلك عملية الاقتراب من ومن ثم طبعا الحكومة المحلية باعتبارها هي اللي أقرب للمواطن في المحافظة، بكل تأكيد بكل تأكيد. وتقع عليها أيضا على مسؤولية أنه تفاتح الحكومة الاتحادية، وعندنا هذه المشاكل يعني عملية مفاتحة موجودة، وكتب مشكلة بالتخصيصات، ولكن يعني الروتين والبيروقراطية وغيرها الأمور أو المشاغل والأمور، ولكن قرب مركز القرار السياسي والإداري من هموم المواطن هو مهم، معنوي جدا مهم، ولكن لازم يقول زائد يكون مخرجاته بها حتى يستشعر المواطن أن هناك من يسهر سواء بالحكومة المحلية بالحكومة الاتحادية أو بحكومة الإقليم على خدمة هذا الإنسان. هو هاي الفكرة. طيب أستاذ جاسم، أيضا واحدة من أبعاد هذه الزيارة بدون شك هي البعد الأمني، خصوصا إذا ما تكلمنا عن المنفذ الحدودي، عن النزاعات العشائرية، عملية فرض القانون اللي تجري في البصرة وفي ميسان أيضا. لذلك إلى أي مدى هذه الزيارة ممكن تعزز ما يجري هناك لأجل فرض القانون؟ شكرا جزيلا، تحية لك وإلى ضيفيك الكريمين وإلى مشاهدكم الكرام، وشكرا دكتور حازم أستاذنا الكبير على إطراء جميل. طبعا بلا شك يعني السيد الكاظم يبحث عن جذر القضية وعن ما هي يعني الفواعل والمؤثرات على كل ما يدور من يعني ترهل وكذلك فساد، وأيضا بعض المشكلات التي حلت بالبلد منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. أنا باعتقاده هو الجانب الأمني الذي هو يكون عامل استقرار ودعم وجذب إلى الشركات وكذلك إلى العمل في داخل العراق، لأن تعتبر يعني من الناحية يعني الجغرافية ميسان واحدة من
المحافظات التي تعد هي بكر وممكن أن تجذب الكثير من الشركات، لكن بشريطة أن توفر فيها الأمن وأن يكون هناك استقرار من كل النواحي على مستوى يعني أعمال العنف، الجنبة العشائرية، كذلك أيضا موضوعة يعني الأعمال التي تحصل بين حين وآخر في تلك المحافظة. أنا باعتقادي هي محافظة تستجيب إلى كثير من هذه التعليمات، لكن نحن بحاجة إلى أن توضع مسطرة كاملة إلى كل المحافظات في العراق، ويجب أن يكون هناك جانب أمني. وأنا باعتقادي من يتابع حركة السيد الكاظمي يجد بأنه يعلم جيدا من أين يبدأ. أما الأمور الترقيعية الأخرى وعمليات التأجيل والتسويف وكذلك رمي المشكلات على الحكومات السابقة وكذلك كل ما يتعلق بالإخفاقات التي حصلت في داخل العراق، أنا باعتقادي قد تجاوز هذه المرحلة. أنا مطلع تماما على حجم الفساد وعلى كل ما يتعلق بهذا الأمر. الجانب الأمني سوف يعطيه فرصة لألقاء قبض على المجرمين، على الفاسدين، على كل الذين تسببوا بهدر هذه يعني الأموال وكذلك جلبوا الويلات إلى أبناء المحافظات أجمع. وأنا باعتقادي هو يبحث عن المحافظات الأكثر فقرا وكذلك أكثر استغلالا سياسيا في كل المرحلة السابقة. طبعا انظر إلى الخطوة المهمة في هذا الجانب، يعني قبل أيام تشكلت عمليات سومر وكذلك أيضا اختيل لها مقال في محافظة ذيقار وهي تشمل ميسان وأيضا المثنى. أنا باعتقادي هو يريد أن يوفر اليد الضاربة إلى الفساد ولا المتلكئ ولا المقاول المستغل والمحسوب وإلى المندسين في داخل التظاهرات وإلى العشائر التي تبحث عن يعني الجانب الاجتماعي لتوفير المال من خلال الفساد وكذلك مسك المنافذ وأيضا فرض الأتاوات وكل الضغوط على يعني من يكون دون منهم يعني قوة أو تصديا. هذه الجوانب أنا باعتقادي مهمة لبناء أرضية صلبة من الممكن أن تنطلق من خلالها المؤسسات. طبعا الجانب الأمني هو المهم، لكن بعد ذلك تأتي تباعا الجوانب الخدمية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. أستاذ جاسم، تعرف أنت كثير من المشاريع وأنت يمكن قلت ضمنا أنه بعض الشركات بعض المشاريع ممكن يكون نتيجة الظرف الأمني تلكأ هذا المشروع أو ذاك، فبالتالي نعم. الأمن هو الأساس لأن يكون هناك بيئة مستقرة جاذبة تكون حتى شركات تشجع أنه تشتغل في هذه المنطقة وتلك. هذا ما قصدته بالفعل، يعني موضوعة يعني مسك المنافذ من قبل قوة مختصة قتالية وكذلك تشكيل عمليات وإسناد مهام قتالية إلى قيادات موسومة بالشجاعة والنزاهة وعدم ارتباطها العشائري أو السياسي أو أخذ الإملاءات من جهات أخرى، لكن حقيقة هناك تحديات. نعم. يعني العراق حقيقة ينظر يعني بشكل بتجرد إلى كل ما يدور في العراق. العراق لا يريد له البعض أن يستقر على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو حتى السياسي، لأن البعض منهم يريد أن يبقى العراق متهالكا غير مستقرا متأرجحا. وهذا يعني قبل فترة أستاذ جاسم تحدثت عن البصرة بنفس الطريقة، الميسان أيضا ينطبق عليه هذا الأمر؟ طبعا بكل تأكيد. اليوم عندما نتكلم اليوم مثل ما تكلم السيد النائب عن مثلا مشروع مثلا للمشتقات النفطية، العراق يستورد بأكثر من 3 مليار و 500 مليون دولار سنويا من دول الجوار مشتقات نفطية. كيف راح ترضى هاي دول الجوار اليوم يكون في محافظة ميسان الفقيرة اللي ما عندها حقل نفطي واحد وفرص العمل غير متوفرة وهي منسية تماما بكل الفترات الزمنية بين يكون لديها موارد بهذا الحجم وأن تكون لديها أيضا إمكانية لفرص عمل لأبنائها وكذلك أيضا تستقر الأمور بها. هذا الأمر مرفوض دوليا وأقليميا ويطبق من خلال بعض الأجندات أو بعض الأدوات في داخل هذه المحافظات. هذا الأمر ليس بالسهل عندما يتخذ الكاظمي قرارا بأن يذهب باتجاه الجانب الخدمي وينسى الجانب الأمني. يجب أن تكون هناك قوة أن تحمي الشركات النفطية، تحمي العاملين المستثمرين، تحمي أبناء تلك المحافظة. هناك خمسة رسائل بهذه الزيارة. المتابع الحقيقي لهذه الزيارة أنا باعتقادي تختلف تماما عن زيارة البصرة وأقليم كردستان وكذلك أيضا الزيارات الأخرى. هذه حملت خمسة رسائل. الرسالة الأولى وجهها القوات الأمنية بأن يكون السلاح هو الصبر وعدم يعني الأخذ ب يعني الأفعال التي حصلت بالسابق من خلال قتل وجرح المتظاهرين. الجانب الآخر موضوعة يعني القوة المناهضة إلى القوة يعني المتظاهرين المناهضين إلى القوة السياسية الفاسدة، يجب أن لا تكون أفعالهم هي تسيء إلى التظاهرات وأحقية المطالب. يجب إبعاد أو إشراك الذين كانوا يخربون بتلك المظاهرات إلى أن يساء إلى المتظاهرين منذ فترة طويلة والذين حققوا تغييرا كبيرا في داخل العراق على المستوى
السياسي وكذلك الوظيفي. وأيضا الموضوع المهم بهذا الأمر الجنبة الأمنية بهذه القضية كانت تتأثر عشائريا وحزبيا وإملاءات بعض المافيات وكل ما يتعلق بأمور الضغط على القيادات الأمنية، ويحاول أن يجرد هذه القيادات ويعطيها السلطة الكاملة بأن يكون هو القانون ويتكون هي المظلة يعني الوطنية هي الحاكمة له، ومن ثم تأتي تباعا تلك الأمور. أما الجانب الآخر المهم أنا باعتقادي هو عملية كسب ود الشارع بهذا الموضوع، لأنه لا يريد أن يعود مرة أخرى إلى الولاءات الحزبية وأن يعطى الدعم من خلال الحزب الذي يملي عليه أن يعطي استحقاقات مالية وأن يبعد ذلك الفاسد وأن يعين ذلك الشخص بمنصب معين. هو يريد أن يركن إلى الشارع لأنه ييقن ويعلم تماما بأن الشارع هو مصدر السلطات في داخل العراق، واستغل من قبل الحكومات السابقة ومن قبل الأحزاب بين يكون هناك تخويل في يوم الانتخابات وثم ينصرفون عنه. هذا الأمر أنا باعتقاد المهم طيب. هو يريد أن يبعث هذه الرسائل للشركات الأمنية بأن هناك أمن بالنسبة إلى يعني الخارجين عن القانون سوف نلاحقكم، بالنسبة إلى المحافظات نعلم وندرك طيب. ما هي الإخفاقات طيب. التي حصلت فترات طيب. السابقة. جاسم خلينا أعود لسيد النائب باللي ذكرته وأسأل جنابك، أنت أيضا كان عندك يعني تعليق على موضوع الأمن في المحافظة. الكثير يجمع من يراقب الوضع أن المشكلة الأساسية في ميسان هي المشكلة الأمنية اللي نتيجتها كثير من المشاكل الأخرى تحصل نتيجة هذا الظرف الأمني غير مستقر، واللي كثير أيضا يعني يعزو هذه الخروقات أنها تستظل بظل النزاعات العشائرية. والسؤال هنا كيف يمكن تحويل جهد العشائر إلى مظلة لحفظ القانون ومساندة الدولة؟ لا شوف، بالنسبة للمشاريع المتلكة داخل المحافظة ما لها علاقة بالجانب الأمني، مشكلتها فساد مادية بحتة. مو فساد؟ لا يعني محافظة ميسان ما بيها فساد؟ لا مثل باقي المحافظات؟ هسه أقول لك يعني أقصد مشاكلها مو نتيجة فساد أيضا؟ لا يعني بيها نسبة فساد، لكن مو ذاك الفساد اللي يعني، والدليل أنه محافظة ميسان يعني جيدة بمشاريعها، لكن المشاريع اللي متلكة أو متوقفة الآن في محافظة ميسان سببها يعني الجانب المادي. يعني من 2012 اكو مشكلة مادية، هسه هذا المصفى من 2012 هسه هذا استثماري. انا اقصد يعني على سبيل المثال انه يعني هسه اذا اسوي اي لقاء ويا اي محافظ اي مواطن بالعمارة او باقي مدن ميسان واقول عندك خدمات جيدة، ايش تتوقع يجاوبني؟ تقول لي المشاريع اللي عندي زينه مكفيتني؟ اكيد يعني خو ماكو محافظه بس بنتقارنها مع المحافظات البقيه يعني نسبه جيده، لكن احنا نقول المشاريع اللي متوقفه مو سببها انه سبب امني رئيسي. مثلا هذا ابو المستثمر مال المصفى، هذا هو ما جاي يشتغل هسه، يعني من تروح تسال جاب شنو السبب ما يقول لك يا اني والله هددوني لو اني بسبب المشاكل الامنيه وانما الوضع الامني، وانما ماكو ها ويمكن والله تحجج مره انه مي ماكو يعني احتاج زين. اللي ما يحاسبه اللي هو في موقع المسؤوليه وما يحاسبه بعد هذه السنين كلها أكيد. هذا شو يسموه؟ هو هذا الخلل، هذا مو فساد، هو هذا الخلل. زين ابغى اي واحد هسه تساله يقول لك يجوز اكو تواطؤ مثلا. اكيد هو هسه ما اريد نتهم جزافا صح، هو بس يعني هذا البديهي، هذا الخلل يعني شوف هو عدم تطبيق القانون هو هذا الخلل الرئيسي وعدم واللي ما يطبق القانون يفترض ان يحاسب. مفروض بقانون الاستثمار عندنا 4 سنوات أو 5 سنوات اللي ما ينفذ وما يبدأ بالمشروع راح تنسحب الإجازة من عنده. هذا ضوابط قانون الاستثمار. زين أنت يا وزارة النفط من حلته هذا إلى الشركة الفلانية اللي صار لها 8 سنوات أو 9 سنوات وما قدمت شيء، ليش ما من سنتين من 3 سنوات شو منتظرين من هذا؟ يعني تدري اليوم من عندك عقد مع وزارة النفط كاستثماري، تدري هذا من يروح طبعا هي شركة مو عراقية، شركة أجنبية. احنا حتى نكون نتكلم عن هذا المشروع هذا كمثال، يعني أكيد أكو مشاريع أخرى نفس أكيد المشكلة أكيد أو أكيد شكل التلكؤ بها مختلف. أكيد أكيد، بس أنت ك يعني هو هذا نوع من أنواع الفساد. يعني أنت اليوم من مشروع مطول هالقد وإنجازه صفر، أنت شو منتظر يعني؟ ايش منتظر ما تسحب الاجازه وتعنا وخلي اكو شركات مستعده ممكن ان تجي تشتغل؟ طيب رجعني لموضوع المشاكل الامنيه. المشاكل عندنا المشاكل المهمه الامنيه يعني عندنا في يعني قسم من المحافظه جنوب المحافظه عندنا مشاكل عشائريه تصير بالمحافظه،
يعني هاي سبب من اسباب عدم يعني خلق ال طبيعتها ستناب عشائريه بحته ولا ايضا بها مشاكل تستظل بان هي عشائريه؟ عشائريه بحته يعني عندنا جنوب العماره بها مشاكل عشائريه بحته. زين، اضافه الى عدم استقرار المنفذ والمنافذ، مو بس منفذ الشيب، كل المنافذ بها فساد وبها مافيات وبها احزاب وبها تسلط من قبل شخصيات معينه. اذا تتفق مع استاذ جاسم بهذا الطرح انه نعم نعم قلت لك اكو مشاكل مهمه عللناها اللي هن مشاكل عشائريه عندنا، وعندنا مشكله المنفذ. يعني الصور قبل يعني قبل سنه يمكن يعني الناقلات السيارات اللي تحمل البضائع من المنفذ من توصل تعبر المنفذ تطلع إذا عليها مشكلة يعني يضربون السيارة. زين، هاي قبل سنة قبل التظاهرات كانت هالشكل بسبب أنه هناك خلاف بين الجهات اللي هي مسيطرة على المنافذ، وهذا موضوع كبير يعني مو بس منفذ ميسان، كل المنافذ طلبنا عدة مرات من سيارة. الآن هذا التحرك تعتقد راح يحل المشكلة؟ التحرك هسه إرسال قوة، لكن إحنا شوف بحسب مجساتكم الآن بعد التحرك الأخير عملية فرض القانون. نعم، نعم. التحرك نحو المنفذ جيد شيئا ما، بس بدأ يغير، بس المشكلة الفساد باقي. يعني أنت شلون تقضي على الفساد؟ يعني تجيب جيش تقضي على الفساد؟ شلون تسوي؟ هو عنده طرق خاصة، هو موظف. أنت وديت جيش، الجيش يسوي؟ يروح شلون يعني يفتش وياك؟ الجيش لازم اكو اجراءات تمنع الفساد. اكو اجراءات اللي هي طلبناها عده مرات اتمتت المنافذ. هاي تكون واضحه وتدار بشفافيه والكل يعرف وين تدخل هاي السلعه وشنو هاي السلعه وش قد المقرر مالها مال الجمرك مالها. حتى توقف تقطع دابر الفساد. نعم، هو شلون يصير الفساد بالمنافذ؟ تمنع شنو الفساد؟ الابواب مالته بالمنفذ الفساد بالمشكله بالجمرك. مثلا انت جبت تليفون، هذا تليفون، التليفون هاي الجمرك ماله 50، يجيبون بضاعه ثانيه يخلون هذا اللي 50 دولار مثلا يخلونه جوا ويخلون باتفاق طبعا فوق بالسياره اللي واضح للجنه اللي تكشفه، يجوز كفر بدولارين، فتطلع هذا ابو 50 دولار المفروض يدفع للدوله يطلع بدولارين بتواطؤ من اكيد هو هذا الفساد. اكو جهات معينه مسيطره على المنفذ اكيد طبعا، ومتقاسمه النفوذ، متقاسمه هذا بين جهات يعني ناس متنفذين على جهات سياسيه على عشائر هناك هي مسيطره على هذا الموضوع. عندكم معلومات كامله عن هذا الموضوع؟ اكيد هو كله تدري بيها، ما حد ما يدري بيها. السيد رئيس الوزراء يعلم بهذا الوضع وحكى 50,000 مره بالتلفزيون. هذا الموضوع اللي يحتاج تدخل امني وتدخل يعني شلون فد لجان خاصه انه تعمل داخل حرم المنفذ. طيب، حتى تقضي وتحد من الفساد. خليني انتقل دكتور حازم بهذه النقطه. اي مشكله نتحدث عنها امنيه، فساد، تلكؤ مشاريع، جذرها سياسي. يعني ايش قد ما نفتر نروح على مناطق اخرى نوصل انه الجذر سياسي، مثل ما قال الان سيدنا مثلا قال اكو عدد شرح المشكله بشكل مفصل. اكو جهات معينه منها حزبيه، منها مافيات، منها عشائريه مسيطره على المنفذ. ها طبعا نتكلم عن يعني موضوع محدد، فكيف بالتفاصيل الاخرى والمواضيع المتعدده؟ فاذا دائما نرجع للاراده السياسيه. دكتور شلون ممكن نحل المشاكل بالبلد ونحمل الأجهزة المختصة في حين دائما أكو جذر سياسي للأمر؟ طبعا مع كل احترامي إلى رأي السيد النائب أستاذ علي على أنه الجذر مالي، وزميل وصديق أستاذ جاسم أن الجذر عسكري أو أمني. أنا لا، وأيضا عزاء إلى تدخل دولي، المقاربة سياسية، ما هي بالنهاية جذرها سياسي. لا، هو المقاربة سياسية. إن صحت السياسة والمقاربة السياسية الباقي كلها صح. يعني هذا إطار. كيف؟ خلينا نضرب مثل عملي. نزاعات عشائريه مثلا، شلون الجذر السياسي ياثر عليها؟ الجذر السياسي لو لم يكن هناك خلافات داخليه سياسيه والركض على الارباح والمحاصصه وغير ذلك، لا العشائر ولا التهريب ولا الدول الجوار ولا حتى دوله بالمريخ تيجي تتدخل بالعراق، لان الضعف بالمؤسسه السياسيه من خلال البنيه السياسيه ضعيفه. زين، وبالتالي يعني زين خلينا نلقي نظره على هذا الامر. من الممثل يعني الرسمي للكتل السياسيه؟ مجلس النواب.
يمثلوا منو أصحاب القرار؟ أنا أقول منو أصحاب القرار؟ مجالس محافظات كانت منتخبة. طيب هسه مجالس محافظات مو موجودة، أكو بس محافظات وجهها. هسه ماكو مجالس محافظات، ماكو. حتى لا نظل ندب الكرة بملعب مجلس. هسه ماكو. أنت ليش تقطع؟ أنت ليش تعالج النتيجة؟ أنا مدى أجتزئ. لا لا أنا وياك، بس أنا أقول خلينا نلقي نظرة على الأمر. الممثل الرسمي للكتل السياسية اللي ممكن يتخذ قرارات داخل مجلس النواب حتى يصوت على الحكومة على القانون الفلاني على كذا، هذا أعضاء مجلس النواب الكتل اللي ممثلة داخل مجلس النواب ينتقدون الوضع اللي نتكلم عليه، ينتقدون أداء الأجهزة المعنية بتنفيذ هذه القرارات. ما هو هذا البناء السياسي نسميه البنية السياسية، لو كانت البنية السياسية أو البناء السياسي قائم على أساس الحقوق والواجبات والمذهب أو المنهج الوظيفي وغير ذلك، سياسة الدولة القانون وغير ذلك، أنا أعتقد هذا كله موجود. ولكن الخلل الموجود أنه بعض القوى السياسية تتكلم أمام الإعلام شيء وتفعل شيء آخر تحت الطاولة، لذلك موجود الخلل في البصرة وفي محافظة نيسان وفي ذي قار وفي الكوت وغيرها من المحافظات العراقية. هذا الأمر مبني على أساس الإرادة السياسية والتواطؤات ما يسمى بالتخادم السياسي، هاي ما مشكلة اللي تم التعبير عنه بغطي لي وغطي لك، وهذا التخادم السياسي. يعني هو يتكلم عن الإعلام إن نحن نضرب الفساد ونحن نشتري الفساد ونحن نحارب الفساد، ولكن المؤسسات الإدارية المحلية والاتحادية منخورة بالفساد. زي من اللي يفسد؟ المواطن إذا كان يعني مو هذا يعني الآن ترسم صورة بها كثير من التشاؤم امام الناس، هذا حقيقه غير واقعيه. طيب ما هو اللي يعني يريد منك تقول له مثلا شنو مقترحك للحال؟ يعني انت تريد 17 سنه تتكلم، انت تريد كتل سياسيه تصلح، وانت بنفس الوقت تظن انه بعضها هو اللي مساهم بهذا الوضع. وايضا طبعا الناس ايضا هو ليس ظن وهي ليس يقين ظن. هو اي يقين طبعا الشارع زين. شارع يقين. طيب شلون نوصل للحل؟ الحل انه لابد ان تكون هناك سياده الدوله قائمه في كل مكان وزمان، القانون هو اللي كيف يعني اذا اكو جذر سياسي لكل شيء. استاذ سرمد اذا هو المنافذ كل يتفق على انه هي بها فساد مالي كبير جدا، اجي حط لي على قولت واحد همر او سياره جيش حتى ما اسوي فساد، ما هذا بقول جيش هم راح بدل ما يدفع 10 اوراق راح يدفع له 12 ورقه مثلا التاجر او غير ذلك. الحوكمه، القانون، المحاسبه هي الاساس، ولكن مثل ما تفضلت غطي له وغطي لك، هي هاي التخادم السياسي هو المشكله، هو الجذر المشكله. وبالتالي ما تستطيع أن تغير حال بالعراق لم تغير حال البنية السياسية، نقطة لا صفر. يعني هذا كلامنا كله وهذا ممكن يتم من خلال المرحلة المقبلة، قانون الانتخابات، الانتخابات المبكرة اللي ننتظرها. ماكو عصا سحرية حتى نغير من الخطوات إلى 360. اي خلينا نكون واقعيين، اي احنا نرجو ذلك، نرجو ذلك ونراقب هذا العمل، إن صار هناك تغيير ولو بنسبة بسيطة هذا هو الصيرورة، التغيير بالصيرورة يعني ليست عملية انتقالية كاملة. طيب باي شوي يواش يواش مثل ما يقولون، وبالتالي هو الاحتكام أدمن عند المواطن، راح يشوف اكو انتاج اكو مخرجات مثل ما قلت لك بالبارت الأول، المخرجات صحيحة لصالح المواطن لو بس مجرد كلام بياع كلام في هذه النقطة الأساسية. أستاذ جاسم، عندما نتحدث عن الملف الأمني في ميسان، والان السيد النائب ايضا اكد انه عندهم مشاكل في جنوب ميسان، و خلينا نتكلم تحديدا عن موضوع النزاعات العشائريه. عشائرنا الكريمه في مختلف المحافظات كان لها مواقف مشرفه في الدفاع عن العراق والحفاظ على الامن والسياده، لكن هذا ما يخلينا انه يعني عندما نتكلم عن نزاعات عشائريه مسلحه يروح ضحيتها ابرياء تاثر على السلم المجتمعي، مو معناه احنا ننتقد العشائر بشكل عام، ننتقد هذا الفعل اللي يقوم به البعض. بالتالي وفق هذه الخصوصيه كيف للدوله ولاجهزتها الامنيه ان تحل هذا الاشكال دون ان يكون هناك تقاطع مع العشائر ودورها في السلم المجتمعي؟ سلمى، طبعا العشائر العربية الكريمة في كل يعني أنحاء العراقية ترفض مثل هذه الأعمال، والبعض منهم يريد أن يلجأ إلى هذه المظلة الاجتماعية حتى يحمي نفسه. بكل تأكيد البعض العشائر، خلينا نتكلم بكل وضوح وصراحة، يعني اليوم عشيرة شبه تفككت بالعراق، جزء منها جاذبتها التيارات السياسية، قسم منها خرجوا عن يعني إرادتهم وإملاءاتهم بالعرف العشائري وكذلك الجنب الاجتماعي، تمردت
على شيخ العشيرة، على الأب، على الأخ الأكبر، على كل هذه الأمور، بدأ يأخذ أفعال أخرى وأخذ الجانب المسلح في هذا الموضوع. يعني أنا عندي حقيقة حصيلة من خلال يعني متابعتي لكل شأن العراق على المستوى الأمني وكذلك السياسي، كل ما يدور في العراق سبب فساد، والمؤسسة العسكرية مبتلات بهذا الأمر. كيف اليوم انظر إلى الجانب العسكري والأمني، اليوم صارت كورونا قالوا لهم يابا منعونا الناس بالشارع، وكم مؤسسات تزور هويات وتطيهم والناس تتجول. صارت مال داعش بسبب الفساد وجابوهم ناس ودخلوهم حاربوهم. صارت القنا القبض كذا على المنافذ الفساد، تعالوا حاربوهم يا جيش ويا شرطة. هاي المؤسسة ترى انهلكت بالمناسبة وتعبت، يعني نتوقع منذ فترة طويلة هي تقاتل. يجب أن تكون هنالك قوانين تطبق على ابن العشيرة وعلى العسكري وعلى الموظف وعلى الرئيس والوزير والنائب والمحافظ وكل من يعني يقع ضمن الرقعة الجغرافية إلى العراق، ويطبق عليه القانون بشكل كامل. إن لم تطبق هذه الأمور أنا باعتقادي سوف لن تحصل على نتاج طيب مهما تكون لديك إمكانية عسكرية. استاذ جاسم، قلت لك أكو مشكلة بالمنظومة الاجتماعية ككل، يعني كنا نسمع الحوادث اللي ممكن يتعرض لها منتسب أو ضابط، يتعرض إلى يعني مشاكل عشائرية نتيجة تأديته للواجب على سبيل المثال. سيدي ضعف ضعف. خلينا نكون واقعيين، إحنا بين هذا المجتمع عندما نتحدث بهذه الطريقة نريد نصل إلى حلول. استاذ سرمد، القضيه وين احنا اليوم؟ انت اليوم من اليوم روح شخص انت تقول لي طبق من يطبق القانون اذا ممكن يتعرض لمثل هذه المخاطر؟ هنا الموضوع، انت لازم توفر ارضيه لتطبيق القانون. انت شلون تطبق القانون اليوم؟ يعني هل الفاسد اليوم يروح للدوله يقول لهم يابا انا بقيت وارد اسلم نفسي القاتل؟ ماكو كلام. الدوله عندها سلطه تطبيق القوانين بشكل تعسفي على كل المواطنين. هنا أنا اذا تجرد السيد الكاظمي من موضوعة الإملاءات السياسية والضغوط الخارجية وكل ما يتعلق بعملية إرباك الوضع حتى ينشغل وينحرف مساره بطريقة أخرى ويترك الفاسد ويترك القاتل والمجرم والمندس وكل من يعمل هذه الأفعال، أنا باعتقادي سوف نصل إلى نتيجة. الفاسد اليوم تعتبر بيئة مناسبة، مناخ معتدل، دولة ما يحكم القانون، مناطق بعيدة تحكم العشيرة، السلاح المنفلت يحصل على أموال خيالية، يمول جماعات جماعة المسلحين، يشتري العتاد، يشتري الذخيرة، يشتري الأسلحة، يقدر يسافر، يتملك، يستعبد الناس. هاي خط، هاي حقيقة يرحب بها أي إنسان، يرحب بها بطبيعة البسيطة إذا كانت يعني تتوفر عنده 1% إجرام. فكيف إنسان مجرم ويطبق أجندات خارجية ويتبنى موضوعة الجنبة الاجتماعية العشيرة وكذلك يتبنى الجنبة الحزبية ويتبنى يعني بعض الرجال أو الزعامات في البلد؟ هذا الأمر أنا اعتقادي هناك مظلة يجب أن تفكك، وأن تكون المظلة الوطنية هي الحاكمة، وأن تطبق القوانين بشكل تعسفي على الجميع. إن لم نصل إلى هذا الحد أنا اعتقادي سوف لن نستطيع أن نحافظ على المنجز الأخير والذي نتغنى به وهو المؤسسة العسكرية التي حمت العراق من هذا التنظيم الإجرامي، ولا نستطيع أن نطبق القانون لأنها لا تستطيع أن تفعل كل شيء. الإرادة السياسية يجب أن يصاغ خطاب وبيان سياسي جديد باعتراف الجميع بالفشل، بأن هنالك مظلومية وقعت على المواطن العراقي، بأن هنالك حالة من الاندثار إلى الواقع العراقي، هنالك حالة من التراجع إلى يعني العراق، هنالك أيضا ضياع إلى مستقبل أبناء العراق. هذا الأمر الذي من الممكن أن نجد الذات ونقف على نقطة صلبة نستطيع أن ندعم من هو ينادي بذلك الأمر. طيب. ولا اليوم إحنا اليوم بالمناسبة ترى المشكلات هي مو تصورها هم جاية هم من فراغ. نعم نتكلم اليوم البعض منهم بالعراق هو شريك بالعملية السياسية، لكن يريد الوضع يربك لسبب. هذا يريد يحصل على دولة، ذاك يريد إقليم، هذا يريد يسيطر على هذه المحافظة لأنه هي مقفولة إليه مثل ما يقولون، ذاك الزعيم، هذا القابض على السلطة. بالمناسبة المشكلات دائما تدر أموال وهيبة وسلطة أكثر من تطبيق القانون. من اللي يقبل اليوم من الفاسدين؟ اليوم الأستاذ النائب تكلم على موضوعة المشروع هذا الاستثمار اللي أخذه مثل، أنا متأكد 1000000% فساد لسبب، اللي 5 سنوات وما محاسبينه هذا فساد، اللي هسه تلقاهم ماخذين السلفة التشغيلية واللي مطي الاستثمار ماخذين من عنده وقالوا وما يقدر، هذا لأن وراه حزب وراه ميليشيات خاف يقتلونه، ولا يا مو يا دنيا شنو الجابرة يومين 3 شهر سنة ما سوى أخذ من عنده وطي غير واحد. كل مشروع متلكه بالعراق وراه فساد، وراه زعيم سياسي فاسد، وراه جهة ساندته مسلحة. هذا من الأخير هذا الأمر اللي يحصل بالعراق. وأن نركن فقط إلى المؤسسة العسكرية، أنا باعتقادي هذا الأمر سوف يأخذ الكثير من الجهد والوقت ونعطي الكثير من الضحايا. طيب خليني أتكلم يا سيد النائب يعني عن النقطة الأخرى اللي جاءت في الزيارة، هي موضوع فرص العمل.
البطالة، نعم، العجز، الفقر أكلت من أعمار مواطنية هذه المحافظات، وبالخصوص محافظة ميسان، واللي الشباب هناك وكل من يبحث عن العمل ما يشوف عنده أمل بالمستقبل أنه راح يحصل فرصة عمل. هذا الملف كيف يمكن حله، خصوصا بعد الوعود الأخيرة بأن يكون يتم تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، السماح أو تشجيع القطاع الخاص حتى يستوعب كل هذه النسبة الكبيرة من البطالة؟ نعم، شوف، محافظة ميسان أنا سبق أن عدت مظلومة على يعني مستوى الحكومة الاتحادية، مو من هسه، من زمن صدام ولحد الآن استمر ظلم المحافظة. أنطيك مثال أبسط شيء، كلية الشرطة بال 2018 اجيت أني كعضو مجلس نواب، التقيت بالقائد، شقد قبله؟ وقال قبله بس 3 نفرات من ميسان. من ميسان اجيت إلى عميد الكلية لواء الداخلية، تعال طلع لي المحافظات البقية، أقل محافظة 12 واحد إلا محافظة ميسان 3 وأبناء شهداء، نسبة وتناسب على عدد السكان. قلت لي يا أبي شنو السبب؟ انطيني السبب. ليش أنت قابل محافظة ميسان بس 3؟ قال لي ها شنو الآلية المتبعة؟ قال والله الآلية يعني حسب النسب السكانية. قلت له احنا هم هذا على النسب السكانية المفروض انه 12 او 13 واحد قياسا بالمحافظة الأخرى اللي نفس العدد. قال ها المهم ظل ما يعرف شلون يحكي وكذا، وحسبها علينا وان شاء الله على الجايات يعني. والمتكت لك هو رجل اصلا من هالعمارة. فطالبته بان بال 2019 ينطينا يعني طلابنا يقبل كنسبة ويقبل مال 2018 اللي فاتت على ناس. هسه اكو دورة 111 طبعا طالبت بيها وكتبت بيها كتاب الكلية العسكرية، العسكرية تتكلم عن هذه المرة ايضا، ولا واحد من يعني 500 وكسور طالب، ولا واحد من محافظة ميسان. رغم انه محافظة ميسان اكو متقدمين من ميسان، اكيد اكيد اكو متقدم، والسيد هسه رئيس المجلس وتنطبق عليهم الشروط. هسه ربما واحد يتابعك يقول اخاف اللي متقدمين ما ينطبق عليهم الشروط، يعني معقولة محافظة ولا واحد ما واحد ينطبق عليه الشروط؟ يعني شيء ما يقبل العقل. وجه السيد رئيس الوزراء بتكون هناك لجنة تحقيقية على وزارة الدفاع وعلى الكلية العسكرية وماشيين بإجراءات. فأقول لك مظلومة. بس ما تعتقد هاي مسؤولية هذه المظلومية المستمرة تقع على ممثلي المحافظة كنواب من هم في موقع المسؤولية؟ أكيد أكيد. إحنا يعني أنا يعني حتى لا فقط ننقل اللوم على الآخرين، اللي أنا كشفتهن واللي أنا يعني بالإجراء أنطيك بالورق بالرسميات انه انا ذني محقق بيهن وكاتب بيهن ومراجع بيهن، ذني اللي اعرفهن. رغم انه محافظه ميسان يا اخي تنتج 550 الف برميل نفط يوميا، ترفد الدوله، ترفد موازنه الدوله، احسبها 550 الف وراح يعني توصل خلال يمكن بعد سنتين الى 1 مليون برميل يوميا. زين، لا فلوسنا مال البترودولار اللي نطلبها محصلها. زين، انت يا رئيس الوزراء تحول للاقليم مبالغ مخالفه للقانون وما تنطي اللي له حق قانوني، واللي ينتج ما تنطي، واللي الاقليم يعني ما بدون وجه حق ومخالفه قانونيه وموازنه 2000. انت اعضاء مجلس نواب طالبنا اطلع لك الفيديوهات، تقدرون تقدمون كتب، كتبنا كتاب وتطالبون بحق المحافظه، هذا اساس سبب وجودكم من الاساس. هو هذا، هو شوف، هو هذا نقول شلون تنبني الدوله بهالطريقه، لان الدوله ما انبنت على اسس صحيحه متبعه القانون. يعني اللي يعني انت من تكتب وتكتب وتكتب وما وتشوف ما حد ينفذ، شو تسوي؟ يعني انت كدورك رقابي صارح الناس، تقول هسه الان تقول انه احنا نسوي علينا والجهات المعنيه ما تستجيب، كلها مثبته. انا في فيديو تمت استضافه وزير الماليه السابق ووزير النفط ورئيس ديوان الرقابه الماليه بمجلس النواب، وامامهم قلت له انطيني سبب واحد. حولت للاقليم من كان هسه وزير الخارجيه، نعم، حولت للاقليم مبلغ، وليش ما بالمقابل انطيت لمحافظتنا هسه المحافظه ميسان؟ تكلم عن محافظتك، نعم، ليش ما انطيته؟ قال لي والله وقع لي السيد عادل عبد المهدي انطاني امره. خلينا نسال الدكتور حازم بهذا الوقت المتبقي، هذا موضوع تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. ها بالمناسبه، نعم، محافظه ميسان اي
يعني أعلى محافظة بالنسبة لنسبة الفقر. هسه أكو موجود اللي شو اسمه وزارة التخطيط، أعلى محافظة بنسبة الفقر يمكن سماوة وميساء. وش قد تطلب بالبترودولار؟ يعني تطلب مليار. أكثر من مليار دولار متراكمة. ايه وما محصلين منها شيء. دكتور حازم هذا الموضوع، هذا من نتكلم الآن تجي تتكلم ويا المحافظ الميساني، العفو المواطن الميساني أو البصراوي أو غيره اللي عنده نفس الإشكال هذا، ويشوف مثل هذه الإجراءات، شلون ممكن يعني تريده يهدى ويتابع حياته بشكل طبيعي وهو يشوف مثل هاي الأمور أمامه، وهو يريد يكون له حق يعني حال آخر. نعرف الدولة ما تقدر تعين الكل، لكن يريد فرص. هي مو هي يعني شركة قطاع خاص يشتغل بيها، قرض يفتح بيه محل، يعني هذا الكلام يسموه بالسياسة، يسموه البدائل. أي. وبالسياسة تطويع بالمناسبة هذا هم جذر سياسي؟ نعم لو نعم جذر سياسي. ليش؟ ليش؟ لأن أنت السياسة هو هسه مو فن الممكن بس لا. تطويع ما يمكن تطويعه لخدمة الناس، هي هاي السياسة. إذا أنا ما أقدر أغادر الاتصال عليه السياسة يقول لك أنه المشكلة بالجهات التنفيذية. لا لا لا، هو التشريعية والتنفيذية. ايه؟ لأن هو العملية توازنية تعاونية، والحكومة نتاج مجلس النواب. مو صحيح، منو صوت على الحكومة والوزراء والدرجات الخاصة أليف وباء؟ مجلس النواب الموقر يعني كلها دارت بالوكالة ولا مصوتين على واحد. هسه العينوهم القائمة الجديدة مال المناصب الجديدة. أيضا عبان راح تصير في التغيرات جديدة تختلف عن سابقتها، بأن يرشح أسماء ويدسها المجلس النواب حتى يصير مصادقة عليها وتمشي ضمن الأطر القانونية والدستورية الصحيحة. هم ما شفنا. شو هسه فتح موضوع آخر وإحنا وقتنا انتهى. يعني الحقيقة الحديث طويل، وإن شاء الله يكون لنا حلقات أخرى نتحدث في تفاصيل ما بعد الزيارة، لكن هذا ما يسمح به الوقت. ختاما شكر جزيل لضيوفي في هذه الساعة، النائب علي سعدون اللامي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، شكرا جزيلا. شكرا. وأيضا شكر جزيل إلى الأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حازم الشمري، شكرا جزيلا. شكرا. وشكر جزيل لضيفنا الخبير الأمني الأستاذ جاسم حنون الفوادي، شكرا جزيلا. وشكر موصول لكم سادة الأكارم على حسن المتابعة. في أمان الله وحفظه.